صباح الخير يا بنات، صباح النور. كي دايرين؟ كي صبحتو؟ كيف الاحوال؟ ويا مالك اخيتي، مالك على هذا الصباح؟ مالك نايضه مع النبر؟ ايوا البنات، جات واحد صفيره على غفله، ديكي راه قلتها لكم في الفيديو اللي قبل. والله ما كنا عوالين، زعما ما دايرش ليها لا بروغرام لا والو، او صدقت راه عينيا منفوخين على ما نعساش بكري وجرا والله القسم باش نلحق هاد اليومين. وقلت والله تنشاركها معكم، راني نايضه بكري نايضين عطي، راه ما نقولش لكم دابا، راه شي بقى ما وصلتش دابا، هي تقريبا 8 وصلنا غير نتقداو تاني شي صخره وعاد نكملوا الطريق. وقلت والله تنشارك معكم خريجتي من اولها حتى لاخرها، وتشارك صحباتي احبائي الكرام الزوينات ديالي اللي كيعطوني الكومنتيرات الزوينين، نشارك معكم هاد الخريجه ان شاء الله. هاد العطله راني يعني شحال هادي ما سافرت، راه كما قلت لكم هادي عامين والله اي كنخطفو وكنخرجو وكنخطفو. حتى البنات وجهي والله الا منفوخ بقله النعاس، وعيني كنحس بهم متفشين، كتعرفوا دوك العين اللي متفشين، والله الا متفشين. ايوا قلت نشارك معكم هاد السفره ديالي ديال هاد 4 ايام، المهم فين ما مشيت نتوما معايا، ونشارك معكم هاد النهير طريقو كاملين ان شاء الله. كي داير؟ وانتم معانا ما تمشيو فين، المهم نشارك معكم خير دقه دقه. هانا يا البنات رجعت، هانا يلا غنفوت، والله يلا يلا غنفوت، تصوروا ما نعساش مزيان، عرفتي راه عينيا غنخبياهم راه كارثة لي دار بيه. دابا غنشرب القهيوة، كيما كنقول لكم القهيوة هي اللي كتحل ليا العينين. دابا راه الشمس بدات كتشرق وجينا أنفاس معاها، عرفتي صعيبة والله إلا مع عينيا قلت النعاس، كيحرقوني كيحرقوني بزاف. إيوا المهم حنايا دابا إن شاء الله حنا شادين الطريق، باقي ما دخلناش للطريق السيار، ولكن قرابين ندخلو ليها. ديك الساعة نشارك معاكم شوية ديال الطريق، ونشارك معاكم كما كنت نقول لكم دائما مرحلة بمرحلة، ونشوفوا فينا الطريق نوصلوا، إلى الطريق نشدوا باش تعرفوني راه مازال والله حتى فيا النعاس، ما نعساش مزيان. وجهة إوا لا إله إلا الله، وجمعت وليداتي مع العطلة، كانوا في دارنا عاد جا عاد غسل عاد عاد عاد، كتعرفوا إلا كنتي خدامة وما تدخلي حتى لواحد الوقيته وعاد كتشدي السهرة تاعكم. وأنا كنت دائما كتعجبني ديك السهرة تاعكم ديال الليل، هي اللي كنبدا فيها، كي كنسالي الخدمة ديال المحل كنبدا في هادي ديال الدار، ونقول نعس وقيلا شي جوج ونص ولا وقيلا بحال هكاك، ما نعساش نعسة وما نعساش، فايقين بكري. ولا ما هاد حبيبتي هيوتي حبيبتي هي اللي غتفيقني، تخليني شادة مع شادة مع مول الطريق. يلا الطريق الطريق هاويلي هاويلي، راني نعسه البنات، مع مول الدار نشد معاها الطريق، ماشي مع مول الطريق نشد معاها الدار. ايوا لا اله الا الله، هادشي اللي كاين وانتم معانا كما قلت لكم مرحلة بمرحلة. ومرحبا ما كتشوفوا البنات، واخيرا احنا دابا يا دخلنا للطريق سيار بلوتوروت، طريقنا الى مراكش ان شاء الله. واش غنقول لكم البنات، واحد الانرجي طالعه غزاله 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 والله. اليوم الصباح جو يا سلام، جو قال لي جو جميل وشاعري، جو غزال والله القسم، ماشي داك البرد وشميشه باقي يلاه كتشرق كما كتبان لكم دابا يلاه يلاه وغزال. وكنتمنى عطله سعيده للجميع يا ربي، كل واحد لي يعني كي كنقولوا الا خرج يفوج ويستمتع، كما كنقولوا نحيدوا الطاقه السلبيه باش نجيبوا الطاقه الايجابيه ان شاء الله. هادشي اللي كاين هانتوما معانا كما كنقول، شوفوا مرحله بمرحله، واخا واحد ويفوج ويخرج، ولكن اوموان نسبيا واخا نعطيكم غير واحد شويه الطاقه الايجابيه، راه الطاقه الايجابيه كتعطاو نور بصراحه. انا ملي كنتفرج في فيديو انا من راسي كنهضر على راسي، شي كنتفرج في فيديو في شي يوتيوبر ولا شي حاجه ولا اي حاجه مثلا، الطاقه الايجابيه والله حتى كناخذها
كنطمح لقدام الى شي وحده مثلا في الدومين ديالي كناخذ منها كنستمد منها الطاقه الايجابيه بزاف بزاف بزاف. الطاقه الايجابيه يعني زوينه، انا نفضل نعاشر اللي عنده طاقه ايجابيه اكثر من الواحد اللي عنده الطاقه السلبيه باش ما يصايبش لي. يعني ما ناخذش يا ربي السلامه. دابا انا كنهضر معكم وكنشوف الطريق كان كاين شي اكسيدون تربشت معها، ناخذ الطاقه الايجابيه نعاشر اكثر واحد اللي عنده الطاقه الايجابيه اللي نستمد منه الطاقه هو، وكذلك انا نعطيه طاقه ايجابيه ما نعطيهش السلبيه. وهذا ما كان، وانا كنشارك معكم خرجتي الصباحيه قال لي بحال داك ديال الراديو اف ام، ونشارك معكم الفتره الصباحيه والزواليه. المهم حنايا حنا جميع ان شاء الله نشوفوا هذا النهار كيف داير ونشاركوه معكم دقه دقه ان شاء الله. قال لي ما تصبيوش بقاو معايا، واللي مازال ما تابونا يتابونا، واللي جيم ولي كومونتير عافاكم عافاكم كنترجاكم، اللي مازال ما تابونا يتابونا وبارطاج باش يعني نوصلوا واحد العدد زوين ونكملوا باقي قليل الاجراءات ديالنا ديال لاشين. وهذا ما كان، وانتم معنا ما تشوفين هنا هنا عاوتاني جيت يا سلام ديت شويه فراسكم بداو تجي تحلوا لي شويه عينيا. شربت ديك القهيوه شويه فقت تاع عيني ما بقاوش متفشين. ايوا اللي هنا طليله دابا حنايا في دابا وسط كازا وسط الدار البيضاء، يعني قربنا من طريق السيار. فراسك تقهرت غير بشرق وغرب شرق غرب شرق غرب، قلت داكشي اللي خلى لي النعاس يكملوا لي الشرق والغرب ديال الدار البيضاء. وهي حاجه وحده البنات والله، زعما ديك المره كنت قلتها وعاوتاني كنقولها، زعما ديك الفكره ديال الجواز زوينه وحق الله البنتي غزاله غزاله. هاد المره غنشارك معكم الدخله ديال البياج، الفرق بين جواز واش انك تادي اكسبريس، يعني ديك الساعه تخلصي فرق كبير عرفتي في البلاصه ديال هذا. جواز كدوزي كاين السلاسه اللي قال لي كدوزي كت هذا كتحل ديك البارير كدوز، يعني ما كاينش داك الزحامات. يعني اللي غيسافر واخا يدير غير احتياط، واخا اللي ما كيدي بلاصه بزاف، لان حنا ما واخا كندي بلاصه وانا ما كنشدوش، يعني ماشي ديما نشدين طريق السيار. قلت لك زوينه ما كنلقاو حتى شي مشكل، صافي كدوزي طق ماشي بلاتي داك الكوطياج ديال الزحام، خصوصا في العطل لان العطل كتكون الدنيا عامره في هذا. والله القسم الا غزال، يعني هذه فكره زوينه وقلت نشاركها مع الاحباء والحبابات والعزازات صحاباتي. هادشي ما كان، وحنا دابا يا شادين الطريق وغاديين وكيف كيكون الجو زوين، الشمس بدات كتشرق. المهم لي قالت لهم انايا كنهز غا كنقول لولادي دوزو عندكم البرد، بصراحة نشوف والله ما كاين البرد، الجو زوين حنا يعني جو جميل وشاعري. كي قلت لكم قبيلات واخا راه الوقيته بصراحة راه خاصها الشتا، راه حنا دابا يا لخر شهر 11 ضربنا وقيله 16 في الشهر 17، بصراحة خاصنا شوية ديال الشتي والله يرحمنا من عندو. ويا راه الحرارة هذا ما كان، كنت لكم نشارك معكم طليله 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 في الموصل انا معكم كل بليصه. كنت لكم نشارك معكم المحطه الجايه ديال البياج باش تشوفوا الفرق بين هكا وهكا، اي حاجه متغيره شي حاجه مبدله غادي نشاركها معكم. هانتوما معايا ما تمشيو فين، انا بديت نفيق شويه شويه انا معكم. اهلين يا هلا يا هلا.
كيف عندي دابا واحد البحث الصراحه ديال الصطات نهضروا كما كنقول لكم سمعوا باش نقدروا نوقفوا الشهاو تبداو يلاه الترين وصلوا لهم المنيو ديالكم حنايا انا خلاص بخير دابا عاد غنفطر خصني قهيوه وشي بتيبان للدراري كما كيتفرق على سمح لي نسوس ديال الشوكولا شو ديال كاو صاريتا كاو طريال بحال شكرا على الطيب مزيان اللهم يحفظك وشكرا لهري خطيك مرحبا حطك شي قبلة تاني حاشا ما عندك ما دير به هنايا حيد حسن عصير خو ولدي غير انا وولادي كنتقات حنايا التبرزيط تسطو التبرزيط دائما الله معتذر حسن فولينا الله القاسم انا بغيت ناخذ غير التيبات انا بزاف ديال الحريره يلا كول يلا كول يا وما تياكلش اصلا داك الشيء بزاف ما عطيني التيبات انا اللي كنا ديالي انا اللي كنا زويته اه مكمله الزيت البلديه لا تغمس خذ ديال حسن هذه ديال حسن راه ما غاديش قهيتي وفطر زيته فطر حسن ايوا انا قهوه وزبه ديالي هذا الشيء شربت معكم
ورجعت ولكن ما غبتش، انا غير طريق طويله وكنا نديروا شويه ديال الطقوس. ودابا حاليا رحنا وصلنا تقريبا بقات لينا غير واحد 10 دقائق ما يبقى 5 دقائق كاع ونوصلوا الدوار ديالنا دارنا ان شاء الله يا ربي. وكيكونوا وصلنا على نهايه لا فيديو حتى ان شاء الله كملوا الفيديو اليوم الله يجعل البركه كنعرفوا يلا نوصلوا يلا نسلموا الجزيره نتاعكم ان شاء الله. اللي مازال باش ابونا يتابونا ولي جيم ولي كومونتير ما تنساوناش دوك لي كومونتير ديالكم ولي لايك لي لايك لي لايك شاركتوا معنا هذا الفيديو وشكركم وما تنساوناش بلي كومونتير ديالكم والسلام عليكم. فيديو جاي ممكن لكم يدخل لقطات اخيرة الدخلة ديال الدوار ومرحبا سلامة.